السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ اتفضل، الله يحفظكم. شيخ، دلوقتي واحد مربي لحيته وهو في القرية بتاعته، يعني زي كده أمن الدولة بياخدوا الناس ويفتشوا ويشوفوا رخصهم ويتقالهم يعني أي أسئلة ويشوفوا هم اتاخدوا قبل كده ولا لأ، وباباه يعني الموضوع ده وصل لباباه وبيقول له يحلق لحيته، بس في الآخر محدش بيتاخد يعني، محدش اتاخد يعني، وهو غالب على ظنه إنه مش هيحصل له حاجة، فهل المفروض يحلق لحيته ولا لأ؟ الطاعة في المعروف، إذا أمر الوالد بشيء يخالف سنة رسول الله يتبع سنة رسول الله. وهي كده مفيش ضرر يعني، إن شاء الله. إن شاء الله. احفظ الله يحفظك يا أخي. جزاك الله خير. السلام عليكم.